أكدت السفارة الأمريكية بالقاهرة إن الولايات المتحدة تحترم بشكل كامل سيادة مصر واحتياجات أمنها القومي. شددت السفارة الأمريكية في بيان صحفي أصدرته اليوم على ما أكده الرئيس جو بايدن للرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا من أن واشنطن ملتزمة تماما بضمان عدم تهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر أو أي دولة أخرى. وأعتقد ده كان مصر الحقيقة كانت واضحة ومحددة. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كان واضحا ومحددا ورفض هذا الكلام يعني جملة وتفصيلا. وأيضا الولايات المتحدة أكدت بأنها تحترم بشكل كامل سيادة مصر واحتياجات أمنها القومي. كما رحبت أيضا سفارة الولايات المتحدة بالأخبار الواردة من معبر رفح الحدودي واليوم تحديدا، قائلة في بيانها: نحن ممتنون للقيادة المصرية لتسهيل العبور الآمن للمواطنين الأجانب في غزة. طيب خلينا نروح بمزيد من التفاصيل وناخد رأي الباحث بالمركز المصري للفكر الاستراتيجي الأستاذ محمد عبد الرازق. مساء الخير يا فندم. أهلا بحضرتك أستاذ شفقي. أهلا أستاذ المشاهدين. كيف رأيت هذا البيان من السفارة الأمريكية بالقاهرة؟ يعني ما جاء في بيان السفارة الأمريكية بالقاهرة هو تأكيد على الموقف المصري الصارم إذا رد تصفية القضية الفلسطينية ورد تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء وفق المخططات أو ما أظهرته الحكومة الإسرائيلية من مخططات ووثائق تشير إلى عزمها على تنفيذ هذا المخطط، وهو ما تقوم به إسرائيل في الوقت الراهن من خلال قصفها العنيف على قطاع غزة وتنفيذها ما يمكن أن نسميه بسياسة الأرض المحروقة. ولذلك أكدت مصر أكثر من مرة على لسان الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الخارجية السيد سامح شكري وفي أكثر من مناسبة بأنها ترفض هذا المخطط وترفض تصفية القضية الفلسطينية وترفض التهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة إلى مصر أو إلى غيرها. ولذلك البيان الأمريكي اليوم هو تكرار أو انعكاس لهذا الموقف المصري الصارم، لا سيما وأن مصر قد أحسنت استغلال أوراقها السياسية والدبلوماسية في التعامل مع الموقف فيما يتعلق بإجلاء المواطنين الأجانب من قطاع غزة أو ما شابه، وربط ذلك بما يمكن أن نسميه شروطا لإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل مستدام وفوري، أو ما يتعلق برفض المخططات الرامية إلى تهجير المواطنين الفلسطينيين. طيب هل ترى انه القرار يعني او البيان الامريكي اليوم تاخر بعض الشيء؟ يعني الكلام عن التهجير والكلام عن يعني احنا كلنا شاهدنا يمكن يعني المحتل الغاشم الاسرائيلي طول الوقت وهو يصدر بيانات لقطاع غزه ولاهالينا في قطاع غزه بان يتجهوا جنوبا، وكان في الكثير من الاخبار بانه يتجهوا جنوبا الى مصر. فاعتقد هل يعني صلابه الموقف المصري ووضوحه وحفاظ مصر على سيادتها وكلمات السيد الرئيس طول الوقت منذ 7 أكتوبر كانت هي هذا الإصرار هو ما أجبر السياسة الأمريكية وأيضا الفكر الأمريكي بصدور هذا البيان حتى لو كان متأخرا؟ بالفعل، يعني منذ بداية عملية طوفان الأقصى وما تبعها من عدوان إسرائيلي على قطاع غزة رأينا الكثير من التقارير في إسرائيل وفي الولايات المتحدة تتحدث بوضوح عن مخطط تهجير الفلسطينيين الى سيناء وما الى ذلك، ولكن مصر اظهرت موقفا صارما رافضا لذلك. وربما عمليه تغيير المواقف الغربيه ازاء التصعيد الجاري في قطاع غزه كانت من العمليات الصعبه ومن الامور الصعبه للغايه التي ربما عكفت عليها الدبلوماسيه المصريه خلال الايام الماضيه. يعني اليوم هو اليوم 27 للعدوان الاسرائيلي على قطاع غزه، بذلت مصر فيه هذه الايام جهودا دبلوماسيه مضنيه لمحاوله تغيير او حرف مسار المواقف الدبلوماسيه الغربيه عن المسار الذي اكدت فيه دعمها المطلق لما تراه اسرائيل حقها في الدفاع عن نفسها الى ان ترى وجهه النظر الاخرى فيما يتعلق بالعدوان على قطاع غزه، ما يتعلق بالمساعدات، ما يتعلق بالجرائم ضد الانسانيه وجرائم الحرب التي ترتكبها اسرائيل. ولذلك راينا ربما تغيرا في بعض المواقف الغربيه بدءا من المواقف الاوروبيه التي اكدت على ضروره ادخال المساعدات او رفض ما تقوم به اسرائيل من جرائم حرب وحثها على الالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الانساني، وصولا الى الموقف الامريكي الذي
يعني من الطبيعي أن يكون آخر المواقف تغيرا، انطلاقا من أن الولايات المتحدة هي الداعم الأهم لإسرائيل في عدوانها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر. قدمت كل أرجح الدعم لإسرائيل على المستوى العسكري وعلى المستوى السياسي وعلى المستوى الدبلوماسي في مجلس الأمن من خلال حق النقد. ولذلك عملية تغيير المواقف الأمريكية ربما هي الأصعب، ووصولنا إلى هذا الموقف من جانب القائمة بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة وما سبقها من تصريحات للرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه يرفض تهجير الفلسطينيين إلى مصر أو غيرها، هو أمر مهم وإن كان متأخرا، ولكنه أمر نصف للدبلوماسية المصرية إلى حد كبير. أكيد. لأنه يعني كانت عملية صعبة، وحتى مع يعني لا نستطيع الركون بشكل كامل إلى هذه التصريحات، لا سيما وأن يعني ما تقوم به إسرائيل حاليا في قطاع غزة هو تنفيذ عملي لما تريد أن تقوم به من مخططات تهجير. ولذلك يعني تستمر مصر في تأكيد موقفها الثابت وتتوقف لأنها ترفض ذلك، وهو أمر يعني من شأنه أن يغير أي موقف آخر أمام الصمود الموقف المصري. أكيد. يا الأستاذ محمد عبد الرازق الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أشكرك شكرا جزيلا.